انا لو عايزه بقى يوم مريض السكر يبقى ماشي ازاي كده اول ما يصحى من النوم؟ ومفروض توقيتاته كمان اعتقد بتفرق طبعا. طيب انا عايزه بقى كده جدول تفصيلي لمريض السكر. ايوه كده. يصحى الصبح ياكل ايه؟ ياكل الساعه كام؟ هقول لك من الحاجات اللي بتفرق كتير، ودي طبعا بتختلف من شخص للتاني. يعني ناس كتير احنا لما بيجوا لنا العياده نقول لهم احنا لازم ناخد منك تاريخ للاكل بتاعك، اكلت ايه في ال 24 ساعه اللي فاتت، فبنقدر نشوف الحاجات اللي هو بيحبها الحاجات اللي هو مش بيحبها. يعني مثلا واحد يقول لك مثلا باكل عيش كتير جدا، بحب العيش لكن ما بحبش مكرونه ورز، فانت ما تجيش تحطي له في النظام مكرونه ورز، ما هو هياكل عيش. ظبطي بقى كده على ايه؟ على العيش. ايش بقى تختلي؟ عيش بلدي، عيش توست، عيش تورتيه، سن، الطلعات الجميله دي. فظبطي الاكل عليه. لو احنا حبينا نحب ثلاث قواعد مهمه. أيوة. القاعده الاولانيه انه يبقى وجباته مبكره الصبح، تفطر بدري مثلا على الساعه 10 الصبح، تتغدى بدري الساعه 1 2، تتعشى بدري 6 7. انا دايما اقول لهم مغروب الشمس يا هميس، مش هناكل بعد من ما الدنيا 6 هوقف اكل 8 6 7 8 كغروب الشمس كده. ماشي. هناخد على التوقيت الصيفي. طب لو انا بسهر بقى، ما هو 8 دي ما انا هجوع ومريض السكر طبعا. السهر عدو السكر، عدو السكر. ليه؟ لان انت لما بتاكل بالليل بيرفع السكر في الجسم ويفضل البنكرياس شغال. فبترهق البنكرياس، بنسميها بترهق البنكرياس. ماشي. طب افرض انا جعان، ناكل كل بروتين، عليكوا على البروتين، بيض بجبنه، سلطه بجبنه، تونه بجبنه، نص فرخه ومثلا وسلطه، مفيش مشكله. لكن تيجي تقول لي انا اصل انا بحب اكل فاكهه. ايوه فاكهه. ما هو فاكهه دي ثمره مش شجره. لا، ما هي فاكهه طبق. لا، ثمره وطبق اشكال والوان، يعني مش هاخد نوع واحد. ثمره. يقول لي انا مش بتعشى يا دكتور. صحيح. بجد؟ طب ما سكرك رافع ليه حبيبي؟ اصل انا باكل فاكهه بالليل. يعني ما هو في فاكهه بتعلي نسبه السكر؟ ما الكلام ده مش صحيح برضه. ايوه انا باجي الكلام ده برضه مش صحيح. أيوة. كل الفواكه طبعا باختلاف انواعها، في طبعا حاجات بيبقى المؤشر الجلايسيمي بتاعها عالي، وفي المؤشر الجلايسيمي بتاعها واطي. طيب. لكن هم كلهم لو انت اكلت منهم كميات هيرفعوا السكر وهيعملوا مشكله، يعني يخلي الدواء مش شغال. دايما المشهور قوي من الفاكهه والمصدوم مريض السكر يمنع عنه بلح. البلح والمانجا دي خناقه الصيف. والمانجا خناقه الصيف. احنا داخلين على صيف وفي مانجا، يعني اخد ايه؟ مانجايه واحده بس. ما يعني احنا بنحب ان احنا مثلا ما نكترش طبعا منها، لكن مش ممنوع ناخد نص مانجايه كل 3 ايام. ويسلم لو في مجهود بدني. نرجع بقى للايه؟ للمحور الثالث اللي احنا قلنا، المجهود البدني. يعني نقوم نتمشى، نتحرك، ننزل سلم. يعني لو بعمل حركه وباكل اكل عادي ده هيفرق معايا؟ الحركه هتفرق طبعا معايا. الحركه يعني محور من الثلاث محاور الاساسيين. يعني لو الدكتور كتب علاج كويس يبقى الدكتور مظبط الامور والحياه. حلو، كتبنا العلاج، خده حبيبي. طب بس انا اصلي باكل فاكهه بالليل. طب الدواء هيشتغل ازاي؟ يعني هيشتغل بقى سحر احنا ولا ايه؟ فاساسي انك تساعدنا بالتغذيه تبقى كويسه. وعشان كده دي سيشن مهمه جدا عندنا في العياده، ان احنا لازم بنعمل سيشن تغذيه. وعشان كده لما انا خدت انا غير ان انا غدد وسكر، انا واخده تغذيه، مش بخلي حد يعمل. لا، انا برضو حضرتك اللي هفضل وراك. انا بص، انا وراك وراك، انا اللي هظبط لك التغذيه. انا هظبط لك الاكل، هظبط السكر وهظبط التغذيه. لان ده شيء مهم جدا. 33% لو احنا ظبطنا السكر بيتظبط والحياه بتبقى مستقيمه. فنرجع بقى للنظام، ان احنا نخلي وجباتنا بدري، نظبط الدنيا. لو عايزين تاكل بالليل وجعان طبعا ده حقك، لكن تخليه تحاول تاكل بروتين.